معي عبر الهاتف من الدوحة الزميل الإعلامي والناقد الرياضي المعروف بقنوات الدوري والكاس الأستاذ أحمد السيد. أستاذ أحمد مساء الخير. يا مرحبتين، أهلا وسهلا. أستاذ أحمد، سعيد بتواجدك في برنامج أهل الرياضة على قناة اليمن اليوم. وسؤالي الأول لك، اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت جاهزية ملاعب أستاذ خليفة وجاسم بن حمد أو حمد بن جاسم لاحتضان مباريات التصفيات والبطولة، إلى أي مدى تعتبرون في قطر أن بطولة كأس العرب بروفة جيدة لمونديال كأس العالم؟ أول شيء رحب فيكم وفي برنامجكم، وأنا سعيد بالتواجد معاكم. نحن أسعد. الله يبارك فيك. الجاهزية الحمد لله، احنا في دولة قطر الحمد لله على أتم الاستعداد، على أساس أن البطولة تطلع بصورة إن شاء الله مشرفة وراقية باسم كل العرب، والجاهزية 100%، الملاعب سواء والتنظيم والتجهيز كله على استعداد تام لتطلع البطولة بصورة إن شاء الله تكون مميزة. وهذا ما عهدنا من قطر، يعني كدولة يعني تقدم نفسها في على مستوى العالم بتنظيم البطولات العالمية. والله احنا نتشرف ان احنا نشرف العرب كلهم في دولة قطر وآسيا كمان. وآسيا نعم، وبتنظيم هذه البطولة وتنظيم كأس العالم شرف لنا والأخوان العرب كلهم في تواجدهم. بعد بطولة روسيا مونديال روسيا، يعني روسيا قدمت تجربة طيبة في التنظيم من حيث سلاسة الوصول لروسيا، وأيضا التنظيم كان جيد. الآن قطر يعني تعد بتنظيم بطولة أفضل من بطولة روسيا. أكيد احنا شفنا تنظيم على مستوى عالي ومن أفضل التنظيمات على مستوى كأس العالم في روسيا، فأكيد احنا نطلع نكون في المستوى الأعلى، ودائما احنا سباقين في هذا في هذه الأحداث، وانها التجهيزات والأمور كلها ان شاء الله، يعني التصور لتكون البطولة هي ان شاء الله تكون رقم واحد على مستوى كأس العالم، ايضا في توقيتها، يعني كلها في توقيتها توقيت مختلف، حتى ديسمبر. توقيتها المختلف يعني في نعم في ديسمبر، يعني اعتقد ان هذا حدث جديد في دولة قطر، سعت على اساس ان تطلع الصورة افضل، دائما الاجواء تكون مختلفة في الفترات السابقة، وهذه تعطي جو حتى حق المتابعين والمشجعين وحتى حق اللاعبين والمنظمين. العديد من نجوم العالم اثنوا على ما شاهدوه في قطر من يعني إنجاز للمنشآت حتى الآن، مع أن ما زال هناك وقت، يعني وهي تجربة فريدة لدولة تنظم بطولة وتنتهي من المنشآت قبل وقت كبير. إلى أي مدى هذا الأمر يشكل حافز لقطر لمواصلة يعني تقديم الإعجاز في التنظيم؟ الإنجاز يعتبر بدأ من بداية الاستضافة، وما زلنا مستمرين، وطبعا احنا ما راح نوقف ولا تكون هذه آخر اهتماماتنا، لأنها طبعا الكوادر الموجودة سواء الكوادر القطرية ولا الكوادر الغير قطرية الموجودة، طبعا احنا طبعا اللي سمع غير اللي يشوف. نعم طبعا اللي حضر وشاف بعض البطولات اللي انقامت على احدى هذه الملاعب سواء كانت سمو الامير او بطولة الخليج اللي صارت في قطر، اعتقد كان كله انبهار في انبهار من النجوم كبار ومن ناس اعلاميين. اخرهم توتي، اخرهم توتي. اي نعم، يعني انت في قطر تنبهر وتعجز عن الوصف. أنا أقول لك مش عشان إني أنا قطري، لا، هذا بالعكس، هذا يعني فخر لنا إحنا كلنا كعرب كآسيا
وجود هذه التحف اللي موجودة أعتقد أنها تعطي انطباع أن النجاح بدأ قبل أن تبدأ البطولة. اي نعم. الأستاذ أحمد السيد الناقد الرياضي المعروف والمحلل بقنوات الدوري والكأس، كنت معي من الدوحة، شكرا جزيلا لك.